يواجه سائقو الدراجات النارية ومركبات التوك توك في بغداد مشاكل عديدة أثارت استياء الرأي العام مؤخراً، حيث طالب الكثيرون بمنع سائقي الدراجات ومركبات التوك توك من العمل لا سيما في الطرق الرئيسة لأسباب تبدأ بحوادث السير ولا تنتهي باستخدام تلك المركبات بعمليات الخطف والاغتيالات. وتباينت آراء المعترضين على وجود الدراجات النارية ما بين مطالب بمصادرتها وآخرين طالبوا بتنظيم عملها. نطلع لأي مكان تلقي مضايقات من أصحاب الدراجات، من أصحاب التكاتك. هسه ما يخالف أصحاب التكاتك نقول على باب الله، بس ما يصير يعني يضايقون العالم. خلي مديرية المرور تلقى لنا حل هذا الموضوع، يعني بالإضافة لهذا تشوف عمليات الاغتيالات كلها تصير بالدراجات وبالتكاتك. أريد التوك توك والماطور لا ياخذون جانب الايسر ولا جانب الوسط، ياخذون جانب الايمن حتى لا يضايقونا بالشارع. الشارع احنا عندي اذيه، كلش اذيه. احنا نشوف من يصير حادث عندنا بالشارع يضربنا يهزم، ما نقدر نسيطر عليه لزمه. لكن اصحاب الدراجات والتكاتك رفضوا دعوات الغاء ما عدوه مصدر رزقهم الوحيد، محملين مديرية المرور العامة مسؤولية عدم وضع ضوابط محددة للسلامة والأمان تنظم عملهم وتحمي حقوقهم. والله شو نسوي بعد، احنا منظم، غير عندنا تكاتك ونشتغل بيها ونعيش عوائلنا بذات. بس هي انا اقترح من مديرية المرور العامة تخلي ضوابط كاملة لاصحاب التكاتك والمطارات البخارية بمسيرها على الإشارة العام أو على الطرق الخارجية. تصير حالات اغتيال وتوقع مو بالدراجة، توقع بالفقير. ليش؟ لأن الدراجة ما بها أرقام، شفنا كلفة الرقم يعني كلش خيالية، وصلت إلى 500 600 700، يوصل بسعر الدراجة. والتعرف اللي ياخذ دراجة هو مواطن فقير يعني. وباستثناء ما أفرزته الدراجات النارية ومركبة التوك توك من مشاكل مرورية، إلا أن هذه الأخيرة باتت واحدة من أيقونات العراق، حيث ذاع صيتها في تظاهرات ثورة تشرين عام 2019 حينما وقف سائقو التوك توك موقفا مشرفا لإسناد التظاهرات مجانا رغم فقرهم المدقع.